بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد أيها المباركون، فهذا لقاء علمي في المقام الأول في هذا المسجد والجامع المبارك، جامع خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك فهد في مدينة جدة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. على أنني أستأذن الجميع وفي مقدمتهم المشرفين على هذا اللقاء المبارك أن اللقاء سيكون درساً علمياً لا محاضرة سردية، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل في هذا نفعاً لمن حضر ولمن يكتب الله جل وعلا أن يراه، إذ أن البغية نفع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأجلهم مكانة عند الله، وقد آتاه الله من الفضل ما لم يؤتي أحدا من العالمين، سواء في الدنيا وما ادخره الله لنبيه في الآخرة. ففي الدنيا أيده الله جل وعلا بالقرآن الذي هو أعظم الكتب وأجل ما أنزل، وفي الآخرة لا أحد يكتب ولا سؤال ولا يبعث بأي ورقة، وفي الآخرة وعده الله جل وعلا المقام المحمود، وقال ربنا عنه: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومما أوتيه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كما أخبر عن ذلك في الحديث الصحيح. فهذا اللقاء تدارس لبعض ما نقل وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي رحمه الله: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحاب. وسنعرج إن شاء الله تعالى على ثلة مباركة من أحاديثه التي صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، إلى آخر الحديث كما سيأتي. قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم، هذا إخبار بما قد سلف، ونفي أن يكون أحد قد تكلم في مهده، إذ أن الأصل أن بني آدم لا يتكلمون في المهد، وهذا مشاهد محسوس معاين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أفراد تكلموا في المهد، فقال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، أي هذا أول الثلاثة. وعيسى بن مريم نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس هناك أحد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نبي وبين عيسى بن مريم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء إخوة لعلات، والعلات الأبناء الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لا يكونون لأم واحدة. والمقصود أن الشرائع تختلف ويجمعها الدين وهو التوحيد، فالرسل جميعا بعثوا بدين واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي. أما الحديث هنا يتكلم على أن عيسى عليه السلام تكلم أين؟ جيبوا، متى تكلم؟ في المهد.
وهذا كلامه في المهد خلده القرآن، وأمه مريم ابنة عمران، وسماها الله جل وعلا في القرآن صديقة، وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن النبوة لا تكون في النساء، وما كانت نبياً قط أنثى. على هذا، على قول جمهور أهل العلم، لم تكن نبية قط، والله جل وعلا قال عنها وأمه صديقة، ولم يصفها بأنها نبية، والمقام مقام ثناء، والباري جل وعلا لا يثني بالأدنى مع وجود الأعلى، فقال جل وعلا وأمه صديقة، وقد كانت قد ولدت ثم توفي أبوها واسم أبوها عمران، فاختصم بنو إسرائيل في كفالتها برًا بمن؟ برًا بأبيها. من أبوها؟ عمران. ممن اختصم في برها نبي الله زكريا، فلجأوا إلى القرعة، قال الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فوقعت القرعة على زكريا وكان زوجا لخالتها، ثم كفلها زكريا، فلما راهقت اتخذت لها محراب، والمحراب مكان مرتفع بدليل قول الله جل وعلا عن عبده ونبيه داود، وقال نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب على داود، فمريم عليها السلام اتخذت موطنا تتعبد الله فيه، فكان زكريا هو المسؤول عنها يأتي لها بالطعام، فأدهشه وأعجبه أنه يجد عندها طعاما لم يأتي هو به ولم يبعث بها به إليها، فقال لها كما في التنزيل أنى لك هذا. أما من قال من أهل العلم أنه كان يجد عندها في الصيف طعام الشتاء وفي الشتاء طعام الصيف، فهذا مردود ولا يعقل، ولا يعقل. لماذا؟ لأن طعام الصيف في الشتاء لا معنى له، وفاكهة الشتاء في الصيف لا معنى لها، وإنما يؤكل كل فتؤكل كل فاكهة في زمانها، لكنه لما كان